احنا رحنا طبعا محافظة البحيرة، شفنا محصول الموالح ازاي بيتم تحضيره وتصديره للخارج. خلينا نتابع مع حضراتكم هذا التقرير ونرجع على طول. مواسم الخير في مصر ما بتنتهيش، ومع طلعت كل شهر بنلاقي بداية حياة وحصاد جديد. ودلوقتي موسم الخير بدأ في حصاد البرتقال، واللي بيبتدي موسم حصاده من شهر ديسمبر وبيمتد حتى شهر إبريل. ومن البحيرة رصدنا معاكم موسم حصاد البرتقال. باشمهندس صباح الخير عليك. احنا دلوقتي موجودين في مزرعة البرتقال، بس واحنا داخلين اكتشفنا ان البرتقال انواع، يعني تمام. عايزين نقول اول حاجة ايه الانواع الموجودة هنا؟ مزارع النوبارية هنا جودة محترمة خالص واحجام كويسة خالص. دي انواع بصرة، في منه بصرة اللي هو المليسي بتاعنا الطبيعي اللي هو لارينجو، في الفولكا وفي الواشنطن وفي اللانت الليلت اللي هو الصنف المتأخر، دي بيشتغل في شهر 3 او شهر 4. احنا بنبدأ من المزرعة من هنا بجني الثمار في البرنيك بتاعة المحطة، معنا عمال مدربة طبعا، قطف مقص ومخلة، بنبدأ نقطف هنا كده والشغل يتفرس في المزرعة ويبدأ يروح لمحطة التصدير. مين المسؤول عن توجيه العمال أو تعليمهم؟ أنا هنا بنقف أنا مع العمالة هنا، تمام، بنوجههم اللي هم ازاي في القطف. العمالة دي كلها عمالة مدربة، تمام، على ان هي ازاي تتعامل مع الثمار. احنا بنروي يعني كل يوم ويوم، برضو الارض بتروى ساعه في اليوم. ده بالنسبه للفدان، يعني الارشاد الزراعي بيكافح معانا بالنسبه للذبابه، جميع الطرق المكافحه اللي هم بيوفروها، كرش وحاجات من دي، مصايد كده يعني. المزرعه اللي احنا موجودين فيها النهارده دي عباره عن 40 فدان، واللي بتعتبر من المزارع النموذجيه، وهي واحدة من مزارع كتير ممتدة في البحيرة واللي بتشرف عليها وزارة الزراعة، وده لتحقيق أكبر إنتاجية ممكنة بالنسبة للمزارع، وكمان مراقبة المحصول علشان يضمن طعام آمن وصحي لكل المصريين. الزمان بتاعنا في النوبارية فيه من المساحة دي 154 ألف فدان موالح. النسبة دي يعني نسبة مش هنينة، ده حوالي برضو 30% من إجمالي مساحة الفاكهة. أما نضيف لها 80 ألف فدان بتوع باقي محافظة البحيرة، يبقى كده عندنا حوالي 234 ألف فدان، بيمثلوا حوالي 46% من مساحة الموالح في مصر. إحنا الإنتاج بتاعنا من الموالح بيقدر بحوالي 4.7 مليون طن، صدنا منهم الموسم اللي فات 2 مليون طن. معدل استهلاك الفرد في مصر من الموالح حوالي 20 كيلو، يعني كده عندنا كمان 2.1 مليون طن للاستهلاك المحلي. فاضل معايا كده حوالي من انتاجنا حوالي 500 ألف طن، دول بيستخدموا في التصنيع كعصاير ومركزات، وبيتم تصدير كمية تاني منهم في صورة المركزات أو المصنعات دي. زراعة البرتقال ما بتنتهيش عند مجرد قطفه، ولكن دي بتكون بداية لنشاط جديد بينتهي إما بالوصول للمستهلك المحلي أو للتصدير. واللي معروف عن برتقال مصر إنه من أشهر الزراعات طلباً في السوق العالمي. المكان اللي احنا موجودين فيه دلوقتي مكان خلية نحل متكاملة، الثمرات أو الفواكه أو الموالح من وقت ما بتدخلها لحد ما بتجهز للشحن النهائي متوجهة إلى الميناء للتصدير بتمر بمراحل مختلفة. معانا المهندس فوزي فرج مدير المحطة، هيكلمنا أكتر على مراحل استلام وإخراج الثمرات هنا. احنا هنا يعتبر في مجمع محطات لفرز وتعبئة الحاصلات الزراعية. فالمحطة اللي احنا موجودين فيها دي محطة تصدير موالح. تصدير موالح بتصدر برتقال، بتصدر ليمون، بتصدر يوسفي، بتصدر جريب فروت. المراحل بالنسبة للمراحل اللي بتتم فيها العمليات هنا في المحطة، أول مراحل إن احنا بنختار المادة الخام من المزارع. فريق المشتريات بتاعنا بينزل المزارع بيشوف المواصفة اللي احنا شغالينها ومواصفة الخام اللي بتصلح للتصدير. بعد كده بنسحب عينات
من المتبقيات المبيدات الموجودة في الأرض ثمرة بنسحب لها عينات عشان نتأكد إن الثمار دي خالية من المتبقيات أو خالية من استخدام المفرط للمبيدات في العمليات الزراعية. بعد كده بنجمع بعمليات جمع معينة عن طريق وبننقل الخام هنا للمحطة. بننقل الخام هنا بندخل الخام بنعمل عملية فحص مبدئي للخام نشوف الخام صالح إنه يدخل المحطة بنسب عيوب معينة. بعد كده الخام بيدخل لمراحل غسيل بنغسل الخام بمطهرات معينة. بعد كده بندخلها على مراحل تشميع. مراحل التشميع دي بتدي الحباية مظهر لامع وبتزود الشيلف لايف للحباية اللي هي طول مدة التخزين بتاعت الثمرة نفسها. بنعبيه زي ما انت شايف حضرتك كده في عبوات معينة. العبوات دي عبارة عن كرتون عن بلاستيك على حسب طلب العميل وحسب الأسواق اللي احنا بنقدمها. بيوت كتير عمرانة من ورا خير البرتقال. ودي اللي بتعمل ايه بالظبط؟ بص حضرتك احنا بنخش المحطة الأول بنتعقمه خشوا على خط الإنتاج بتاعنا. أنا على الحجم 88 مثلا في حجم بنعبه 1.5 ودرجة أولى ودرجة تانية. عندنا أي مسبب عفان بره الشغل تمام؟ فرز فرزة نهائية تمام يعني. والدرجة الأولى عندنا 10% خلنا ده 10% بنطلع منها الوخزات والحشرة القشرية والتشوهات ونطلع الحباية المنتوشة تمام. والواحد ونص كذلك برضو. يا اللي زرعت البرتقال يلا اجمعوه اني دكتور عصام المليجي من الهيئة القومية لسلامة الغذاء واللي هيكلمنا أكتر عن دور الهيئة في المتابعة للثمرة اللي بتوصل عندنا هنا. طبعاً ده دور رقابي مهم جداً للحفاظ على المستهلك المحلي من الحاجات اللي بتجينا من برة. وبرضو إحنا من نفس الوقت عشان بنشجع البلد على التصدير وطبعاً إدخال العملة الصعبة وإن البلد برضو يبقى فيها دخل قومي محترم بنراقب على الصادرات. إحنا بنيجي من نشوف الرسالة المعدة أو المجهزة للتصدير بعد تجهيزها. في بعض الدول سواء كانت دول الاتحاد الاوروبي او بعض الدول العربيه بتحتاج ان هي تعمل تحاليل بعض التحاليل زي تحاليل متبقيات المبيدات. بنسحب عينه من الرساله المعده للتصدير دي ونبعتها للمعامل يتم تحليلها وبعد ورود نتيجه التحليل بيتم فحص الرساله والجاهزه او المعده للتصدير فحص ظاهري وبناء عليه بيتم السماح بتصدير الرساله واعطاء الاذن للتصدير. البرتقال ثمره خير وبركه وفتحة رزق لبيوت كتير بتفرح لما موسم حصاد الخير بيهل علينا.